ناشرة الظهيرة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية صباح اليوم الرئيس عمر سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تميز العلاقات التي تربط بين مصر واليونان وما تشهده من تطور إيجابي. جاء ذلك خلال اتصال تلقاه الرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، تناول التباحث في مجالات التعاون المشترك خاصة في مجال الطاقة وقضايا الشرق المتوسط. وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرصه على تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، مؤكدا أهمية التنسيق المتبادل على نحو يساهم في تحقيق مصالح الشعبين سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تدشين حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بالمركز الطبي في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة. أكد مدبولي أن الدولة تقوم حاليا بتأمين أكبر قدر من جرعات هذه اللقاحات من جميع المصانع والشركات والتي تم اعتماد المصل الخاص بها من هيئة الدواء المصرية. كما أكد مدبولي أن الدولة تتحرك في هذا الاتجاه بأسلوب علمي، بدءا من اختبار هذه اللقاحات من خلال هيئة الدواء، ثم التعاقد مع الشركات المنتجة، ثم يليها مرحلة توزيع اللقاحات وفق الأولويات المطلوبة. من جانبها حددت وزيرة الصحة الفئات المستحقة وهم مرضى الأورام والفشل الكلوي والمواطنون الذين خضعوا لعمليات قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية، بالإضافة إلى عمليات زرع الكلى والكبد. وقد تم تسجيل 152,892 من الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني منذ إطلاقه. كما تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع. وكذلك تم تخصيص 40 مركزا على مستوى الجمهورية لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة من المواطنين، وستتم زيادة تلك المراكز تباعا مع زيادة تدفق جرعات اللقاحات إلى مصر. كما سيتم العمل على زيادة الفئات المستهدفة بالتزامن مع الحصول على المزيد من شحنات تلك الجرعات. هنبدأ إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لهذه المجموعة من المواطنين. الدولة النهاردة الحمد لله بتؤمن أكبر حجم من اللقاحات من كل المصانع والشركات اللي تم اعتماد المصل الخاص بيهم من هيئة الدواء. وبالتالي احنا انا يعني حابب ان انا اؤكد ان احنا كدولة بنتحرك بطريقة علمية تماما. بنبدأ الاول يعني نختبر هذه اللقاحات من خلال الهيئة الرسمية المعنية بهذا الموضوع وهيئة الدواء في مصر. بعد ما بتجيزه وتعطي له التصريح بيبقى هناك التعاقد مع هذه الشركات المنتجة لهذه الامصال، ونبدأ ان احنا يعني نستقبلها ونستلمها وتتوزع طبقا للاولويات اللي موجودة. معالي وزيرة الصحة والزملاء في الوزارة طبعا هم عملوا موقع الكتروني للمواطنين علشان يسجلوا، على اساس ان احنا نبدا بموجب التسجيل اللي المواطنين بيتقدموا اليه ان احنا بنحدد لهم الايام اللي يجوا فيها علشان ياخدوا اللقاح. وان شاء الله المرحله القادمه باذن الله هتشهد اعداد اكبر باذن الله، وتبدا ان شاء الله العمليه تنتظم وربنا يقدرنا جميعا ان شاء الله. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مركز طب أسرة النزهة الجديدة مراسل أخبار مصر الزميل محمد حلمي. محمد، بعد التحية، مع انطلاق حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاحات فيروس كورونا، أطلعنا على الوضع لديك، ولو مزيد أيضا من التفاصيل حول كيفية حصول المواطنين المستحقين لهذا اللقاح على التطعيم.
بالفعل مع تدشين السيد رئيس الوزراء تطعيم الحالات أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن صباح اليوم بمنطقة القطامية، بدأ بالتزامن 40 مركزا على مستوى الجمهورية عملية التطعيم لهؤلاء الفئة الملحة لهذا التطعيم من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. هنا في مركز طب أسرة النزهة الجديدة، واحد من هؤلاء 40 مركزا بمحافظات مصر كافة، هناك جاهزية تامة، هناك انسيابية في عملية التطعيم. تم حتى الآن تسجيل أكثر من 152 ألف مواطن على سيستم وزارة الصحة، وبالتالي هناك يوميا حوالي 100 مواطن سوف يتم تطعيمهم بحوالي 40 مركزا بمحافظات مصر كافة. هناك جاهزية تامة من قبل الكوادر الطبية والتمريضية خلال عملية التطعيم. معي الدكتورة هالة فايق مدير الإدارة الطبية بمنطقة النزهة الجديدة. كلميني يا دكتور عن الجاهزية ووصول التطعيم بشكل آمن للمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. صباح الخير، الحمد لله احنا وصلنا التطعيم طبعا محفوظ في سلاسل التبريد بتاعته السليمة في الطعم في الايس بوكس. وصلنا عندنا دلاجتين كبار للتطعيم، درجة الحرارة بتاعتهم مظبوطة من 2 ل 8 درجة مئوية، بتحط فيها التطعيم على ثالث من عذرا لهذا القطع العطل من المصدر، والشكر للزميل محمد حلمي ولضيفته الكريمة. نيابة عن الرئيس السيسي، ألقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة عبر الفيديو كونفرنس خلال اجتماع لهيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي لمناقشة توفير لقاحات فيروس كورونا للدول الإفريقية. وأعرب السيسي خلال الكلمة عن تقديره لمشاركة الرئيس الفرنسي واهتمامه بالتنسيق المستمر مع الأعضاء لدعم جهود الأنظمة الصحية والطبية الإفريقية في مكافحة الجائحة، مشيدا بدعم مجموعة السبعة الصناعية لتسريع إتاحة لقاحات كورونا في القارة السمراء، ومرحبا بزيادة الالتزامات المالية المقدمة من الدول السبع الصناعية الكبرى بإجمالي 4 مليارات دولار، ليصل بذلك إجمالي ما تم تقديمه إلى 7.5 مليار دولار. وبعد أن رفع أذان الظهر نوالي تقديم الأخبار من القاهرة، حيث شهد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والقوات البحرية من جانب، وشركة ديمي البلجيكية من جانب آخر، للبدء في دراسات مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر. وأكد مدبولي أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع في مجالات الطاقة النظيفة والخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية. من جانبه أشار دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه الاتفاقية خطوة نحو تحديث استراتيجية الطاقة لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة. هذا وأكد رئيس مجلس إدارة شركة ديمي البلجيكية أن مصر من أفضل المواقع المؤهلة لإقامة مركز محوري لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد قام أمس بزيارة لمكتب النائب العام المستشار حماد الصاوي، وذلك بحضور وزيري العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمضي قدما في ملفات التحول الرقمي وفق توجيه الرئيس السيسي لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأساليب بسيطة ميسرة في مختلف القطاعات. من جانبه أشار النائب العام إلى أن ملف التحول الرقمي كان وسيظل من أهم الملفات التي عنيت بها النيابة العامة خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن النيابة العامة اعتنت أيضا بوضع خطة مستمرة لرفع المستوى الفني والتقني لأعضائها وموظفيها. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تزامنا مع قرار تحديث ملفاتهم الوظيفية. وشدد المركز على أن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي يهدف للوصول لقاعدة بيانات دقيقة وشاملة للعاملين وإعداد ملف إلكتروني لكل موظف على حدة، إلى جانب وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، وذلك من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءاتهم.
أكد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم بالقاهرة حرصهم على تعزيز التعاون والتضامن العربي لمواجهة التحديات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية، كما أكدوا دعم القاهرة والخرطوم في مفاوضات سد النهضة. كما ثمن وزير الخارجية سامح شكري الموقف العربي الداعم لمصر والسودان في ملف مفاوضات سد النهضة ورفض التدخلات التركية بليبيا، وأكد حرص مصر على وضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي. من جانبه شدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة حشد الرأي العام العالمي لدعم القضية الفلسطينية، معربا عن تقديره لقرار مجلس الجامعة بالتجديد له لفترة ثانية أمينا عاما للجامعة العربية. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما لمواجهة تفاقم جائحة فيروس كورونا. وفي ألمانيا أقرت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل خطة تدريجية مشروطة لتخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وقالت ميركل إن المتاجر غير الأساسية والمتاحف والحدائق والمواقع التذكارية ستعيد فتح أبوابها في غضون الأسابيع المقبلة إذا ظل معدل الإصابة بالفيروس أقل من 100 حالة لكل 100,000 نسمة خلال أسبوع. أعلنت السلطات الروسية أنها مستعدة لتقديم لقاحات لخمسين مليون أوروبي اعتبارا من يونيو القادم، وذلك بالتزامن مع إعلان الوكالة الأوروبية للأدوية بدء مراجعة اللقاح الروسي سبوتنيك في سبوتنيك في. وكانت النمسا قد أعلنت أنها تجري محادثات مع الجانب الروسي حول إمكانية شراء لقاح سبوتنيك الروسي أو التعاون في تصنيعه في حال تبنيه من قبل وكالة الأدوية الأوروبية. يذكر أنه تم تسجيل اللقاح الروسي في أكثر من 35 دولة بينها بيلاروس والأرجنتين وصربيا وإيران والإمارات. أعلن المتحدث باسم التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي تمكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودية من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه مدينة غازان جنوبي المملكة. وقال المالكي إن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب. أيدت الولايات المتحدة معارضتها الشديدة للتحقيق الذي فتحته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مفترضة وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة دعمها لإسرائيل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده تشعر بخيبة أمل إزاء إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن الوضع الفلسطيني، مؤكدة مواصلة التمسك بالتزام واشنطن القوي تجاه إسرائيل وأمنها. قررت وزارة الصحة مد أعمال الحملة القومية لتطعيم ضد شلل الأطفال وعلى ذلك على مدى يومين لتنتهي غدا الجمعة، وتستهدف الحملة تطعيم نحو 16.7 مليون طفل بجميع محافظات الجمهورية وذلك من عمر يوم وحتى 5 سنوات. بيعاني من حرارة أو بياخد علاج أي هو تعبان؟ الأيام اللي فاتت كان بيعاني من حرارة. طب ياخد علاج كورتيزون؟ لا. بعد هذه الأسئلة يتم تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وهم المستهدفون من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من المرض. نسأل الأم الأول إذا كان الولد عنده سخونية، عنده أي موانع اللي هي موانع التطعيمات اللي هي أولا السخونية، بياخد علاج لكورتيزونات، بياخد علاج كيماوي أو إشعاعي، أو عنده أمراض نقص المناعة. ما عندوش أي حاجة من طعامه ونعرفه إن في جرعة تانية إن شاء الله في خلال شهر. القليوبية إحدى المحافظات التي وفرت الفرق الثابتة والمتحركة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال. مستهدف محافظة القليوبية حوالي 1,116,000 لما تم تحقيقه في الحملة السابقة، ودي المستهدف العددي، إنما المستهدف الأساسي لنا جميع الأطفال في نطاق محافظة القليوبية، النطاق الجغرافي كله. الفرق عندنا حوالي 2,291 فريق، في فرق ثابتة وفي فرق متحركة، بنطلع كل العمارات، بنتحرك من شقة لشقة في كل ال 11 مركز الاداري الخاص بمحافظه القليوبيه. التطعيم ده حاجه كويسه يعني، وبعدين احنا لو في اي حته تانية مش هنلاقيه. لازم ينزلوا طعامه، لازم
عشان الامراض والحاجات دي يعني. لازم ينزلوا اكيد يعني، لان كله بياكد ودكاتره كتير جدا، وبصراحه حمله اللي هي عامله مجهود كبير ولازم نطعم. ولان الحمله تنطلق وسط جائحه كورونا، كانت الاجراءات الاحترازيه المشدده التي لم تغب عن مسؤولي الحمله وقايه للاسر واطفالهم. شددنا على التباعد وان التطعيم يبقى طفل طفل وما يبقاش في تكدس ولا زحام، ولذلك عدد الفرق اللي احنا نزلناها المره دي كان عدد كبير جدا، ووزعنا على الفرق الماسكات الطبيه، والوزاره وفرت لنا حوالي 250 الف ماسك جراحي، ووفرنا كمان سبيرتو المطهرات خاصه بالفرق عشان نحمي الفرق ونحمي الاهالي كمان اثناء التطعيم في الحمله. حملة صحية تلو الأخرى تطلقها الدولة للحفاظ على صحة مواطنيها، آخرها هذه الحملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لوقاية أطفالنا من الإصابة بمرض لعين لطالما أوقف معه حياة الكثيرين فيما مضى. من أحد المراكز الصحية بمحافظة القليوبية، سارة متولي، التلفزيون المصري. في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون المصرية، ودائما يمكنكم متابعتنا عبر مسبيرو.إيجي. شكرا لكم وإلى اللقاء.